بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يوم الاثنين القادم حيكون مباراة العودة ما بين المنتخب الوطني والمنتخب المصري بعد الأداء الجيد اللي شفناه بالنسبة للمنتخب الليبي. إن شاء الله ربي وفقنا ونكونوا في الموعد. يعني هذه مباراة مهمة جدا ومصيرية بالنسبة لمنتخبنا. نشكر طبعا الناس كلها اللي قاعدة تساهم في إنجاح هذا الحدث. طبعا رأس اتحاد الكورة وأخوة في ملعب شهداء بنينة واللجان العاملة. وإن شاء الله بالتوفيق للجميع ونطلب من اللاعبين بذل مزيد من الجهد والبسالة اللي كانوا في الموعد في المباراة الماضية. لسوء الحظ يعني هدف لصفر قدام مصر يعتبر إنجاز بين نجومه ومحترفيه. وأعتقد أن المنتخب الوطني قادر أنه يدير حاجة إن شاء الله يوم الاثنين. التوفيق للجميع. شكرا.